السلام عليكم. دائما انا في الدرس ديال لا لوجيك كومبيناتوار غادي نكملو نديرو دابا واحد التمرين مخوض من الامتحان ديال البراتيك ديال الاوزا فان فورماسيون ديال 2019 فاريونت 6. دونك عندنا هنايا هاد الكاي تشارج سوا دو ريزيرفوار اف 1 اف 2 دون لو نيفو pour chacun est contrôlé par un détecteur de niveau haut, A pour R1, B pour R2, et un détecteur de niveau bas, C pour R1 et D pour R2. On écrira A, B, C, D lorsqu'il y aura du liquide, et A bar, B bar, C bar, D bar en absence de liquide. Maintenant, je dis les réservoirs, j'ai le zénith, donc le réservoir l'eau, le R1. Les capteurs les fils ou les détecteurs les fils maintenant le niveau haut on est le capteur A ou le capteur C ou le réservoir tani R2 niveau haut qui est le capteur B ou qui le capteur D. Donc on va dire on écrira A, B, C, D lorsqu'il y aura du liquide et A bar, B bar, C bar, D bar en absence du liquide. Et nous allons choisir petit. Allez, nous allons prendre deux. Il est quand il y a le mar, on est wasli, le mar avec le capteur, on a tiré la valeur 1. Ou il est quand il y a wasli, le mar, on a tiré la valeur 0. Quand il y a des redoublés, le verre, parce que nous allons amener la table de vérité. Donc on attendra Nicole le mar, fois le capteur. مثلا ها هو دابا مثلا ريزيرفوار عامر R1 عامر شنو كتعني بالنسبه لهاد لي كابتور؟ كتعني ان الماء واصل للكابتور A وواصل للكابتور C اللي كاين لتحت، يعني ريزيرفوار عامر، يعني جوج بيهم عندهم القيمه 1. الا كان ريزيرفوار عامر ولكن ما عامرش حتى الفم، في هاد الحاله غادي يكون عندي A كيساوي صفر لانه ما واصلش الماء حتى الفوق ديال الريزيرفوار، ما واصلش للنيفو O، و السي غادي يكون تساوي 1. الا كان الريزيرفوار خاوي 100% في هذه الحاله غادي يكون ا فيه 0 و السي حتى هو يكون فيه 0. لا ميم شوز بالنسبه للكابتور الثاني. دونك اون ديسبوز دو 3 فويون V1 V2 و V3 كي فونكسيون دون لي كونديسيون سويفونت. V1 ايغال 1 سي لي دو ريزيرفوار سون بلان. الا كان عندي لي ريزيرفوار بجوج عامرين في هذه الحاله V1 يساوي 1. اش كتعني جوج عامرين؟ يعني لي كابتور كاملين واصل ليهم الماء، يعني غاطسين في الماء، يعني كلشي كيساوي 1. في هاد الحالة هاد لو فوايون هاد البولة هادي كتشعل. V2 ايكال 1 سي لي دو ريزيرفوار سون فيد. إلا كانوا لي ريزيرفوار بجوج خاوي 100%، في هاد الحالة V2 كتساوي 1. شناهي خاوين؟ يعني حتى شي كابتور تما ما واصل ليه الماء، يعني كلشي تساوي صفر. في هاد الحالة في V2 تكون كتساوي 1. و في 3 ايكال 1 دون لو كاس سويفون، ان ريزيرفوار ا مواتي بلان اي لوطخ فيد. في 3 كتشعل الا كان واحد فيهم عامر ولكن ماشي حتى الفم، يعني لو كابتور دو نيفو با ديالو كيساوي 1 و دو نيفو كيساوي 0، و الريزيرفوار التاني خاوي 100%، يعني لي كابتور ديالو بجوج كيساويو 0. Un certain nombre de combinaisons sont technologiquement impossibles. Les sorties V1, V2, V3 prendront dans ce cas une valeur indifférente X. D'ailleurs, le système qui n'est pas le même physiquement, il est même qu'un seul réservoir à un martel fum ou le capteur externe vide. Et ni maintenant même qu'un seul capteur ديال النيفو او يساوي 1 والكابتور دو نيفو با يساوي 0. هادي ما يمكنش توقع في الواقع. بحال هاد الحالات هادو قال لك غادي تعطيهم اون فالور انديفيرونت ولا انديتيرميني اكس. دونك هذا هو الجديد في التمرين، هما هاد لي كا انديتيرميني ولا انديفيرون كنعوضوهم باكس. نوريكم كيفاش هما تيخرجوا لك جميع الحالات تيخرجوا في لا طابل دو فيريتي، ولكن في الواقع مع هاد الحاله ما عمرها غتطيح في الواقع، ولكن كطيح في لا طابل دو فيريتي كيفاش كنتعاملوا معاها. دونك بحال هاد التمرين هذا عندي ديكا لي هما ما يمكنش
انا فاش كندير لا طاب دو فيريتي كنحط فيها جميع الحالات كلشي، ولكن بحال هاد الحالة هادي دابا مثلا في التمرين، مثلا ناخدو الريزيرفوار ار ان، ما يمكنش الريزيرفوار ار ان يكون الكابتور دو نيفو با ديالو سي يساوي زيرو والكابتور دو نيفو او يساوي واحد. كي داير هاد الموش معلق في السماء؟ ما يمكنش. بحال هاد لي كا غادي نديرو ليهم هداك لو كا، هاديك العلامة اكس في لا طاب دو فيغيتي، غنديرو لهم لا واحد لا صفر لا زيرو، وغادي نشوفو كيفاش غنتعاملو معاهم، يعني فاش كنكونو كنصاوبو لي زيكواسيون الى اخره. نبداو نعمرو لا طاب دو فيغيتي ديالنا. اذا لا طاب دو فيغيتي عندي بالنسبة لي زونطخي ا و بي و سي و دي، هادو غادي نعمرهم يعني بحال لي مانا، يعني الترتيب البينير. هيا كنمشي 8 ديال الزيرويات، 8 ديال الوحدات، من بعد كنمشي 4 4، حتى هنايا راه عندي دونك مان عندي 4 ديال لي زونطخي، غادي يخرجوا ليا شحال من حالة، غتخرج لي 2 أس 4 اللي هي 16 حالة في لا طابلو فيغيتي. ديما كيما قلنا كنديرو 2 أس العدد ديال لي زونطخي. نبداو دابا ندرسو حالة بحالة ونشوفو. بالنسبة للحالة الأولى شنو عندنا؟ عندنا لي كابتور كلهم فيهم زيرو. شنو كتعني لي كابتور كلهم فيهم زيرو؟ يعني حتى كابتور ما وصلوا الماء، اذا كتعني عندنا لي ريزيرفوار بجوج خاوين. شكون هي؟ قلنا لا لامب لي كتشعل فاش يكونوا بجوج خاوين هي لا لامب في 2. دونك لا لامب في 2 الى تشعل، بالنسبه لي زوتر لامب في 1 كتشعل فاش يكونوا عامرين غتكون زيرو، و في 3 اللي كتشعل فاش يكونوا واحد خاوي واحد عامر حتى النص حتى هي غتكون زيرو. الحالة اللي بعد هذه عندي دي فيها واحد، دي فيها واحد يعني و بي فيها زيرو، كتعني ان الريزيرفوار الثاني عامر بالنص. وبالنسبه للريزيرفوار الاول راه عندي لي كابتور جوج فيهم زيرو، يعني حتى واحد موصل ليه الماء، يعني بحال عندي واحد عامر حتى النص والثاني خاوي، اذا اللي غتشعل هي في 3، الاخرين غادي يكونوا دي زيرو. الحاله اللي من بعد من هذه حتى هي شنو عندي فيها؟ عندي سي بالنسبه للريزرفوار الاول، عندي ا فيها زيرو سي فيها واحد، يعني بحال قلت لي الريزرفوار الاول عامر حتى النص، والثاني الريزرفوار الثاني لي كابتور ديالو بجوج بي و دي ما وصلهمش الماء، اذا هو خاوي. اذا ها انتم عاوتاني واحد حامر حتى النص واحد خاوي غتشعل في 3. الحالة اللي من بعد هذه بالنسبة للريزيرفوار الأول عندي أ فيها زيرو سي فيها واحد، إذن عامر حتى النص، وبالنسبة للريزيرفوار الثاني عندي بي فيها زيرو دي فيها واحد، إذن عاوتاني عامر حتى النص. هاد الحالة ديال عامرين جوج حتى النص ما كتعطي حتى بولة شاعلة، دونك البولات بثلاثة غادي يكونوا زيرو. من بعد هاد الشي شنو عندي؟ عندي بالنسبة للكابتور الأول بجوج بيهم أ و سي فيهم دي زيرو، إذا الكابتور الأول خاوي، أسميتو عفوا الريزيرفوار الأول خاوي. وبالنسبة للريزيرفوار الثاني عندي بي فيها واحد و دي فيها زيرو، ميمكنش هاد الحالة هادي، ميمكنش. هانتو بحال عندك الماء واصل لهنايا و هنا مكاينش خاوي، اذا هاد الحاله هذه هي واحد من هذوك لي كا اللي هما انديتيرميني، ما يمكنش يكونوا في الواقع. دونك هادوك اللي كدير فيهم اكس، دونك واحد لو كا اللي هو اون فالور انديفيرونت ولا ان كا انديتيرميني، هذا لا يمكن نديرو فيه اكس. غنشوفو دابا من بعد كيفاش نتعاملوا مع هاد اكس في لا طابل كارنو. الحاله اللي من بعد هذه اشنو عندنا؟ ان الكابتور اللي سميتو الريزيرفوار الاول
A fait à 0 ou C fait à 0. Le réservoir l'eau est le réservoir tani عندي B فيها واحد و D فيها واحد يعني عامر كتلفهم واحد عامر تلفهم واحد خاوي هادي ما كتشعل حتى شي بولا اذا غادي يكونوا بثلاثة بيهم لي لامب فيهم دي زيرو الحالة اللي من بعد هادي شنو عندنا A فيها 0 و C فيها 1 يعني الريزرفوار الاول عامر بالنص الريزرفوار الثاني عاوتاني كيخرج لي في هذه الحاله اللي ما يمكنش B فيها الماء و D ما فيهاش يعني B كتساوي 1 و D كتساوي 0 دونك الحاله قلنا ما يمكنش دونك هذا ان كا اللي هو ما يمكنش يكون في الواقع كنديرو اون فالور هكا انديفيرونت ما هي زيرو ما هي واحد ما يمكنش بالنسبه للحاله اللي من بعد من هذه شنو عندي الريزرفوار الاول ا فيها زيرو سي فيها واحد يعني عامر بالنص الريزرفوار الثاني لي كابتور بجوج فيهم واحد يعني عامر كامل هاد الحاله ما كتشعل حتى بوله غادي يكونوا البولات كلهم فيهم زيرو الحالة اللي من بعد هذه شنو عندي فيها عندي فيها A فيه واحد و C فيها زيرو يعني بحال الما واصل ل A و ما واصلش ل C الحالة قلنا تا هي انديتيرميني ما يمكنش هاد الحالة تكون في الواقع من بعد شنو عندي عندي A فيها واحد و C فيها زيرو حتى هادي ما يمكنش كما قلنا راه نفس الشيء ما يمكنش هذاك الكابتور الفوقاني وصلوا للماء وما وصلش للتحتاني دونك هادي حتى هي لا يمكن نديرو فيها اون فالور ان ديتيرميني ولا ان ديفيرونت من بعد هنا عندي A فيه واحد و C فيه واحد يعني الريزرفوار الاول عامر و عندنا الريزرفوار الثاني لي كابتور بجوج فيهم زيرو يعني خاوي اذا هاد الحاله ديال واحد عامر تلفهم واحد خاوي ما كتشعل حتى شي بوله اذا غادي يكونوا دي زيرو من بعد عندي دائما الكابتور الاول عفوا الريزرفوار الاول باقي عامر واحد في ا واحد في سي ولكن الريزرفوار الثاني شنو عندي فيه عندي بي فيها زيرو و دي فيها واحد يعني خاوي خاوي واحد خاوي واحد عامر 100% هذه حتى هي ما كتشعل حتى شي بولة شوفوا الحالة اللي من بعد هذه عندنا بالنسبة للريزرفوار الأول A فيها واحد و C فيها زيرو مرة أخرى هاد الحالة قلنا ما يمكنش الكابتور الفوقاني يكون واصلو الماء و التحتاني ما واصلوش دونك هادي نعطيوها اون فالور انديفيرونت ولا اون فالور انديتيرميني الحالة اللي من بعد هادي تاهي مازال عندي نفس المشكل في الكابتور في الريزرفوار الأول A اللي الفوق واصلها الماء و C ما واصلهاش الماء تاهي ما يمكنش فالور انديتيرميني الحالة اللي من بعد منها عندنا بالنسبة للريزرفوار الأول A فيها واحد و C فيها واحد يعني الريزرفوار الأول عامر الريزرفوار الثاني عندي B فيها واحد و D فيها زيرو يعني الما واصل ل B و ما واصلش ل D اللي تحت منها ما يمكنش هذا كيبقى ما يمكنش نديرو فيه اون فالور انديتيرميني الحالة الأخرى عندي لي كابتور كلهم واحد يعني كل شيء عامر بالماء الفوق شكون اللي قلنا كتشعل هنايا إلا كانوا عامرين كاملين كتشعل عندي البولا في واحد الفويون في ان هو اللي كيشعل والآخرين ما تيشعلوش إذا هدا حنا دابا خرجنا لا طابل دو فيغيتي هي هادي دابا غادي ندوزو نصايبو لا طابل ديال كارنو ونشوفوا كيفاش كنتعاملوا
Mais les cas, les homas indifférents, les valeurs indifférentes ou indéterminées, je trouve que je peux terminer. Donc, on est la table de Carnot, mais c'est pas les fonctions de l'état. N'aimerons d'abord les tables de Carnot et la table de vérité. Celle-ci, vous les connaissez, donc vous devez vous faire. N'aimerons. Donc, بالترتيب 0, 0, 0, 0, linéaire x, تبعها 0, تبعها x حدا اخرى, تبعها 0, تبعها x, تبعها x, 0, 0, x, x x واحد. وكذا بالنسبة ل في واحد ندوزو دابا ل في جوج نفس الطريقة نعمروها دي واحد زيرو زيرو نعفو ماشي هنا ندير الزيرو ندير هنا موراها زيرو موراها اكس موراها زيرو موراها اكس دايما تنتبع الترتيب اللي قلت لكم موراها زيرو موراها اكس موراها اكس موراها زيرو موراها زيرو موراها اكس 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 زيرو. ندوز دابا لفي تلاتة زيرو واحد واحد صفر اكس زيرو اكس زيرو عتني ندينا اكس اكس زيرو زيرو اكس 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 زيرو فوالا. نعمر دابا لي طابل دو كارنو. شنو خصني ندير دابا؟ خصني ندير لي غروبمون ونشوف واش ما نسيت حتى شي حاجه. وكان بالنسبه للطابل الاولى مزيان ما نسينا والو داكشي هو هذاك. بالنسبه ل في 2 نتاكد منها حتى هي دونك هنايا مزيان تبعت الترتيب مزيان ما غلطش. بالنسبه للثالثه في 3 نفس الشيء دونك هنايا حتى هي صافا مزيانه. فوالا دابا غادي نبدا ندير لي غروبمون. بالنسبه للقواعد ديال هاد لي كا لي هما انديتيرميني, القاعده الاولى شنو هي؟ دونك اون فالور اونيك بور شاك اني كا انديتيرميني ولا انديفيرون نون زا ميم طابلو. يعني ما شنو كتعني هاد الهضره؟ يعني مثلا وحده من دوك لي زيكس وحده منهم عطيتيها في الطابلو اختاريتيها تولي واحد, ما تجيش عاوتاني في واحد لو جروب مختار اخر وتعاود تعطيها القيمه صفر. صافي عطيتها واحد ولات واحد ما بقاتش اكس ولات واحد بالنسبه ليك نتايا. ولكن مي لي ديفيرون كا انديتيرميني يعني لي ديفيرون اكس بوف تافوار دي فالور ديفيرون دون ان ميم طابلو. مثلا هاد الاكس اعتبرتها واحد وحده اخرى اعتبرتها زيرو ماشي مشكل. ولكن اون فوا شي وحده من هذوك لي كا انديتيرميني خدات واحد القيمه صافي كتلصق فيها هذيك القيمه في داك الطابلو. مثلا اعتبرتيها واحد وجمعتيها في واحد الجروبمون ما تجيش عاوتاني من بعد تعتبرها زيرو ولا متى اعتبرتيها زيرو درتي الجروبمون ديالك ما تجيش عاوتاني تعتبر نفس هذيك الاكس واحد. ولكن لي زيكس مختلفين في نفس الطابلو يقدر وحده من لي زيكس تعتبرها زيرو وحده اخرى تعتبرها واحد ما كاينش مشكل. كيفاش كنصاوب لي جروبمون؟ Le choix de la valeur des x, c'est-à-dire les cas indéterminés, se fait pour que les groupements soient les plus gros et les moins nombreux. L'choix de la valeur des x, c'est-à-dire les cas indéterminés, quand on choisit un numéro 1, on choisit l'choix à la hauteur de ce que les groupements qui sortent le plus possible, c'est le nombre de leurs, et sortent les plus gros, c'est-à-dire au maximum. ويكون العدد ديالهم قليل او ماكسيموم. نحاولوا نطبقوا نحترموا هاد القواعد ونديروا لي غروبمون ديالنا. دونك بالنسبه للطابلو الاول
ديال في واحد، لا طابل دو كارنو ولا طابل دو كارنو ديال في واحد. اشنو غادي ندير؟ عندي واحد اللي كاين تما واحد، غنحاول هذاك الواحد نديرو في لو جروب مو يكون كبير، اكبر ما يمكن. دونك اكبر ما يمكن شنو غندير؟ غنعتبر هذوك لي زيكس اللي حدا، دونك هذا وهذا وهذا، غنعتبر القيمه ديالهم واحد. دونك هادو دابا تخيلهم ولاو واحد. الاخرين غنخليهم يعني اصفار، لان الماكسيموم بوسيبل اللي نقدر ندير هنا في هذه الحاله هو 4، يعني نجمعهم بحال هكا. الا اعتبرت هادو واحد غنجمع هاد لو جروب مو هذا. ما يمكنش ندير 8 لان كاين الاصفار ديجا في الطابلو. دونك هادو هاد لي زيكس اللي سطرت عليهم غنعتبرهم واحد، الاخرين نعتبرهم اصفار. هذا هو الجروب مو اللي خرج ليا بالنسبه في واحد. دونك احترمت القاعده ان لو شوا سو في بوغ افوار لي غروبمون، يعني لي بلو غرو الماكسيموم يكون فيهم ديال الخانات، و لي موان نومبرو يعني ما نكثرش عليه لي غروبمون، اقل عدد لي غروبمون يخرج ليا. ندوزو دابا للثانيه، نفس العمليه، نعتبر هادي وهادي وهادي نعتبرهم واحد، ما تبقى نعتبرهم اصفار لانه الماكسيموم اللي نقدر نجمع هنا هو 4. ليش نجمع 8؟ لان كاينين شي اصفار تما ما يخليونيش نجمع 8. دونك هادو اللي سطرت عليهم انا اعتبرهم وحدات وجمعتهم في هاد الجروبمون، غتبقى ما عندي ما ندير ليه. يعني انا ما بغيتش لي جروب يخرجوا ليا بزاف، بغيت هذاك الجروبمون اللي يخرج ليا يكون في اكبر عدد الخانات. دونك هذا هو جهدي في هاد لا طابل هادي، هذا هو الشيء الماكسيموم اللي نقدر ندير. بالنسبه لهاد الطابلو الاخر اللي عندي هنايا، عندي فيه جوج الوحدات ديال في 3. هادوك جوج الوحدات ما نقدرش نجمعهم مع بعضياتهم، كاينين اصفار حداهم. يعني شنو كيبان لي هنايا؟ دونك بالنسبه لهاد الواحد اللي هذا، شنو نقدر ندير ليه؟ لو ماكسيموم اللي نقدر نجمعو معاه، نقدر نجمعو مع واحد اللي حداه، لان كاين اصفار دايرين به، كاين اصفار هنا حداه فهاد الجهة، يعني اليسر ديالو وحتى على اليمين ديالو. هنا الطابلو قلت لكم كي يعني كيدور، كاين صفر، ما عندي ما ندير ليه. ممكن نجمع 3، ممكن نجمع 4، دونك لان كاين صفر لتحت كاع. دونك اش غندير؟ نعتبر هادي تاهي كتساوي واحد، وغنجمع هاد الكوب مو هادا. بقى لي داك الواحد اللي كاين في الجهة الاخرى، اش غندير ليه؟ نعاود نجمعو. كون ما كانش هاد الزيرو هذا كون جمعتهم بربعة، ولكن كاين زيرو ما عندي، كي غندير؟ دونك شنو غندير؟ حنا هاد الكاز هادي وهاد الكاز راهم دي كاز لي هما ادجاسونت، لان باش كندوز من وحدة لوحدة يلا القيمة ديال ا هي اللي كتغير، كان زيرو ولا واحد، بي فيها زيرو تبقى ما تغير، سي فيها زيرو ودي فيها واحد ما تغيرش. دونك كنجمع هاد لو غروبمون هذا في هاد الكاز مع هاد الكاز، هذا هو يعني لو ماكسيموم اللي نقدر ندير هنايا، يعني باش يخرجوا لي غروبمون كبار ويخرجوا العدد ديالهم اقل ما يمكن. فوالا هادشي اللي كاين دابا. دابا صعب شنو بقى لي ندير؟ ناخذ انني نكتب لي ليكواسيون ديال كل واحد من لي غروبمون هادو. دونك ليكواسيون نجبدها من كما قلنا، كنشوفوا هادوك اللي ما تيتبدلوش القيمه ديالهم ما كتغيرش، هما اللي كيدخلوا يعني في ليكواسيون ديال شي غروبمون من لي غروبمون. بحال دابا دونك بالنسبه ل في واحد، شنو هي ليكواسيون ديال في واحد؟ دونك هنايا كنلقى عندي أ و ب فيهم واحد واحد، سي و دي راه تغيرات القيمة ديالهم. دونك في واحد ليكواسيون ديالها هي أ مضروبة في ب، صافي. بالنسبة لفي جوج، أشناهي ليكواسيون؟ نفس الشيء عاوتاني، كنلقى سي و دي القيمة ديالهم بقات زيرو في الخانات بربعة، بينما أ و ب القيمة ديالهم تغيرات. دونك هنا غتكون سي بار مضروبة في دي بار. اما بالنسبه لهاد الاخر في جوج لي غروبمون في 3، ليكواسيون ديالو شنو غادي تكون؟ دونك بالنسبه للغروبمون
الاولاني عندي ا فيها زيرو ما تغيرات، دونك غادي تجيني ا بار مضروبه ب تغيرات ما دخلاش، مضروبه في سي مضروبه في دي بار. والجروبمون الثاني هذا اللي فيه هذه اللي الفوق كاع واللي تحت كاع، شنو اللي تغير فيه شنو اللي ما تغيرش. دونك بالنسبه لهذا عندك التغييرات القيمه ديالها كان 0 ولات 1 ما غتدخلش في الحساب، بي كان 0 بقات 0 غتدخل وتولي بي بار مضروبه سي بار اللي بقات 0 مضروبه في الدي. دونك هذه هي ليكواسيون، وكما قلنا دائما فاش تخرجوا لي ليكواسيون كنرجع للطابل دو فيريتي وكنفيريفي. هنايا فاش غادي نفيريفي نشوفو دابا بالنسبة للحالات اللي هما يعني تيخرجو يا صفر يا واحد، هادوك مفيهمش الموجب. نشوفو مثلا بالنسبة لفي واحد، بالنسبة لفي واحد عندك لو كا اللول مزيان تيخرج زيرو، لو كا التاني اف بي تاهي زيرو، اف بي زيرو، اف بي زيرو. هنايا عندي اكس اون فالور انديتيرميني، ولكن هاد الاكس هذا شنو هي القيمه اللي عطيتو في الطابلو؟ غنشوفو. دونك في الطابلو هاد الخانه هادي فين جات؟ هي عندي صفر واحد صفر صفر، دونك صفر واحد هي هادي التقاطع ديالها مع صفر صفر. شنو هي القيمه اللي عطيت لهاد اكس في الطابلو؟ عطيتو زيرو، معتبرتوش واحد عتبرتو زيرو. وحتى هنايا تيخر ليا دابا يعني النتيجة ديالو صفر مضروبة في واحد هي صفر، دونك صحيح. هنا عاوتاني زيرو مكاينش مشكل. بالنسبة لهذا اللي هو صفر واحد واحد صفر، صفر واحد واحد صفر، هو هذا تا هو اعتبرناه زيرو مزيان. هنا عاوتاني زيرو راه مزيانة، هنايا واحد صفر 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 واحد صفر هي هادي اعتبرناها حتى هي زيرو مزيانة. دونك الى اخره. دونك غادي نفيريفي كاع هاد الحالات هادو غادي نلقاهم. نكمل كمل ماشي فيها باس نكملو. دونك هنايا حتى هذا واحد صفر صفر واحد حتى هو اعتبرناه زيرو، تيخرج انا زيرو واف بي راه تخرج زيرو. عفوا عفوا هنايا راه بلاتي واحد صفر صفر واحد هي هاديك زيرو لي موراها اصلا راه زيرو اف بي زيرو. هنايا واحد في واحد خاصها تخرج واحد. غنشوف هاد الاكس هدا واش اعتبرتو واحد، فينا هو في الطابلو اللي فيه الاحداثيات ديالو واحد واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو. اه هو اعتبرناه واحد مزيان. بالنسبة للحالة اللي موراها حتى هي خاصها تخرج واحد، هي واحد واحد زيرو واحد هي هادي تا هي مزيانة. الاكس التاني في الكروبمون مزيان، واحد نضرب في واحد تاي تخرج واحد. نشوفو هاد الاكس هدا فين جا، واحد 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 صفر هو هدا اللي هنايا تا هو مزيان. والحالة الأخرى واحد في واحد هي هديك مزيانة. كنتوما كتشوفو ليكواسيون صحيحة، ونفس الشي غادي ديروه بالنسبة ل لي زيكواسيون الآخرين، غادي فيريفيو كل وحدة منهم. السؤال اللي بقى لينا قالك Donner le schéma électrique du câblage pour réaliser les fonctions logiques simplifiées en utilisant les circuits logiques 74 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 عنده توك دو زونتري كل وحده من دوك لي بورت عنده اربعه كل وحده فيها جوج تدخل جوج و74 08 هو الاي كل وحده تدخل جوج اذا انا فاش غادي نبغي نصاوب السيركوي ديالي هادو هما هادشي اللي عندي باش نقدر نخدم دونك ما بليش مثلا ندخل ثلاثه بدقه الى اخره دونك هنايا نشوف كيفاش غادي نخدم بيهم. وبالنسبه لهاد لي سيركوي الا ما عطاكمش المهم راه عندنا في الدرس عندكم تلقى من الصفحه 11 لو بروشاج يعني في داك البي دي اف اللي عطيتكم الفوتو كوبي درت لي فوتو كوبي يعني تلقى من الصفحه 11 عندكم لو بروشاج ديال كاع هذوك لي سيركوي اللي هما كورون لي سيركوي لوجيك اللي موجودين اللي تيتستعملوا بكثره من الصفحه 11 يعني حتى الصفحه 14 عندكم البروشاج ديال كاع لي سيركوي اللي هما يعني تيستعملوا بشكل اعتيادي. اذا بالنسبه لو سيركوي لوجيك انا ماشي مجبر نستعمل هادشي هذا كامل نستعمل داكشي اللي احتاجيت ليه غير ما نستعمل شي حاجه من غير هادو هما اللي كاينين غير تعطاو ليا في التي بي لما بحال دابا ديك ناند ما بيناش عندي في لي فونكسيون ما كاينلاش نبينها يعني غير نعقد الامور بغيت نبسطهم باش بحيث انه يبان فيهم هذيك الناند ما غاديش نستافد منها خصني انا لو مينيموم بوسيبل ديال الخدمه باش يعني باش في تي بي دغيا نسالي دونك نبداو في واحد شنو فيها ا مضروبه في باي فوالا ها هي الايرا عاطينها ليا هي ديك 74.08 ندخلها دونك هاد الاو بي غندخلهم لجوج من هادوك لي زونتخي ديال 74.08 وغنجي لوحدة من لي سورتي اللي كاينة تما غتعطيني نبرونشيها مع في واحد البرونشمون غادي نشوفو شي اكزومبل اخر من غير هذا لان هذا فيه دوك لي كان ديتيرميني دونك ماشي ان بون اكزومبل اللي باش نشوفو فيه يعني البرونشمون ديال هاد لي سيركوي انتيغري لان دوك لي كان ديتيرميني كيما شفتو كيخرجو على حسب كيما اعتبرتهم انا في الطابلو بالتالي ما تيبانش يعني تقريبا لك اما زيرو اما واحد يعني على حساب وما تيبانش ماشي هذا التمرين ماشي ان بون اكزومبل اللي نديرو فيه البراتيك غنديرو دابا شي تمرين واحد اخر وغادي نوريكم الطريقه ديال البرونشمون يعني في البراتيك كيفاش كتتميني دونك هنا هادي في واحد وكما قلنا انايا السيركوي كنصايبو بهداك الشيء اللي عندي ما غاديش نستعمل شي حاجه اللي ما عنديش مثلا لقيت بحال دابا في ثلاثة فيها ثلاثة داخلين غندير لهم الضرب ما عنديش انا اللي تدير الضرب ديال ثلاثة دونك غنضطر ندير جوج بجوج نكملو دابا بالنسبة للفي جوج عندي السيبار في الديبار دونك غادي نحتاج السيبار وغنضربها في الديبار كادو كندخلو من 74.04 هو اللي تيعطي هاد البار وعاد ندخل هداك لو ريزولطا ديالو 74.08 اللي هو الاي وتخرج لي هنايا في جوج بالنسبة لفي تلاتة غادي نحتاج الابار هي ا بار نضربها في الديبار عندي ها هو نجر من هاي ابار نضربها في الديبار نجر من هنايا بلا ما نعاود ندير انفيرسور اخر سينو ندير انفيرسور اخر مازالين عندي تمايا في ستة ديال لي انفيرسور هي دابا هنا عطاتني ابار في الديبار ونضرب هاد لو ريزولطا في السي ها هي السي نعاود نشد هادشي اللي خرج هنا وندير ليه الاي نزيد دونك هنايا خرجت لينا ابار في السي في الديبار
ودابا باش نتلقى راسي درت لقيت راسي تقاداو ليا لي بورت اي تقاداو، هما كاينين ربعة اللي كاينين تمايا تالاو. دونك داكشي الاخر نحاول دوك هاديك بي بار في السي بار في الدي نحاول نصايبها يعني بالباقي اللي عندي. كنا نتوما كتشوفوا السيركوي ديال 74.08، يلا عطيني 4 ديال لي زونطري، عفوا 4 ديال لي بورت اي، انا استعملتهم كاملين. وهو صراحة يعني في لي تيبي قدر يعطيك جوج منها ولا اكثر، يعني ماشي في الغالب ما كيجبروكش انك يعني صافي وحده صافي. دونك حنايا دابا هنايا باش نبينو الاستعمال ديال داكشي الاخر، شوفوا نحاولوا نستعملوا هذوك اللي عندنا تما الاخرين. دونك عندي تما نحاول نبسط هذيك الاخرى، ندير لها واحد لا سامبليفيكاسيون باش نستعمل داكشي الاخر اللي عندي. دونك عندي بي بار في سي بار في الدي، كيفاش نقدر نستعمل هذوك الاخرين اللي عندي تمايا. دونك الا بغينا نستعملو مورغان شنو غتولي؟ هادي غتولي هي اي زائد سي زائد دي بار كولشي بار. دونك الزائد راه عندي لي بور ديال الزائد، وبالنسبه للانفيرسور راه باقي عندي. دونك نخدمها بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم، ماشي مجبور نخدمها هكا باش نبين يعني انني كنحترم يعني داكشي اللي عندي في الماتيريال، ما نزيدش عليه، ما نستعملش شي وحده منها جوج ولا هنا. شنو قلنا؟ بي زائد سي زائد دي بار كلشي بار. دونك دي بار هي هادي، نعاود نجر منها واحد الخيط ونجمعها مع السي. وهاد لو ريزولتا نعاود نجمعوه مع بي. وهاد الشيء هذا اللي اخر لي هنا عندي ليه البار. دونك هادي هي بي زائد سي زائد دي كل شي بار، اللي هي قلنا كتساوي بي بار في سي في دي، عفوا بي بار في سي بار في دي. ودابا هاد الشيء هذا اللي اخر لي هنايا غادي نزيدو، نزيد ندوزو حنا من الجهة الأخرى. غنجمعو مع هدا باستعمال يعني الجمع اللي هو الأو، وهي تخرج ليا في 3. حنا صايبنا هاد التمرين هدا، شفنا فيه يعني لي كا لي هما انديفيرون ولا انديتيرميني كيفاش كنتعاملو معاهم. غنشوفو دابا تمرين واحد اخر وغادي نركزو فيه على البراتيك. غنشوفو دابا واحد المثال واحد اخر وغنحاولو نخدموه يعني التمرين كامل حتى لابارتي براتيك ديالو نحاولو نخدموها. اما لاكسيو اغرو اليمونتيغ بيرمي لو ميلونج دو 4 برودوي شيميك P1 P2 P3 اي P4. Le mélange s'exécute par l'intermédiaire d'un moteur électrique M. Le moteur tourne dans les cas suivants. Le mélange de P1 et P2, le mélange de P1, P3 et P4, le mélange de P3 et P4, le mélange de P1 et P3. Établir la table de vérité de la sortie M en fonction de P1, P2, P3 et P4. Donc, on a un tlomné, on a un dras de la fonction M. اللي هو الموتور، يعني حتى هو نقدروا نخدموه بحال الشكل ديال اون فونكسيون لوجيك، يعني اما خدام شاعل هي واحد، اما طافي هي صفر. الحالات اللي قالك تخدم فيهم هما هادو اللي عطاوك، الحالات الوحيده اللي تخدم فيهم هما هادو، يعني الا كان غادي يميلونجي ليا بي واحد و بي دو، او لا غي ميلونجي ليا بي واحد بي تخوا ومعاهم بي كاتر، او لا غي ميلونجي ليا بي واحد مع بي 3،
أولا غيميلونجي ليا B3 و P4 من غير هادشي هذا ما تيخدمش ما تيدورش. وهادشي هذا غادي نحاول نطبقوه باش نصاوبو لا طابل دو فيغيتي. إذا نبداو بحال ديما لا طابل دو فيغيتي. هنايا لي زونطري ديالي نعمرهم بالترتيب ديال البينار كما شفنا. اذا هما قال لك فوقاش هاد الموتور غادي يدور الا كان عندي برودوي واحد برودوي جوج او كان عندي بي واحد مع بي ثلاثة او لا كان عندي بي واحد و بي ثلاثة و بي اربعة او لا الحالة الاخرى اللي هي بي ثلاثة و بي ربعة. هادو هما الحالات الوحيدين اللي لا صوغتي فيهم كتساوي واحد، ما عدا هادشي غتساوي صفر. هادشي غادي نعتمد عليه باش نصاوب دابا. دونك انا عندي بربعة فيهم زيرو غتخرج ليا زيرو، بي كاتر بوحدو تخرج زيرو، بي تروا بوحدو تخرج زيرو، بي تخوا بي كاتر هي هادي هاهي تخرج واحد، بي جوج بوحدو غتخرج زيرو، بي جوج و بي ربعة تاهي غتخرج زيرو، بي جوج بي تلاتة تاهي زيرو، بي جوج بي تلاتة معاهم بي ربعة تاهي زيرو، بي واحد بوحدو زيرو، بي واحد مع بي ربعة حتى هي زيرو، بي واحد مع بي تلاتة دونك تاهي كاينة عندي تخرج واحد، بي واحد و بي تلاتة و بي ربعة تاهي غتخرج واحد، بي واحد مع بي جوج تاهي عندي غتخرج واحد. دونك هادو هما لي كا لي كاينين هنايا، بي واحد بي جوج بي ربعة تاهي زيرو، وتبقى أصفار. إذا هما هادو الحالات اللي كاينين. نصيبو دابا لا طابل ديال كارنو ونجبدو منها ليكواسيون ديال هاد لا فونكسيون ام. نعمرو لا طابل د كارنو دابا انطلاقا من لا طابل د فيغيتي. دونك كيما قلت لكم تبع داك الترتيب اللي عندي. دونك هنايا الاولى زيرو، الثانيه زيرو، زيرو واحد، زيرو زيرو زيرو، من بعد عندي صفر صفر واحد واحد، عفوا واحد لنا عدد يمشي هنا. من بعد عندي واحد صفر صفر صفر، فوالا انا دابا عمرت لا طابل ديالي ديال كارنو انطلاقا من لا طابل دو فيغيتي. دابا نشوف لي غروبمون لي نقدر نجمع. دونك هنايا كيبان ليا هاد الجوج هادو نقدر نجمعهم، هو ان بخومي غروبمون. شنو تاني نقدر نجمع؟ نقدر نجمع هذا مع هذا في ان غروبمون ديال جوج. فوالا بقى لي هذا بوحدو، ما عندي كي ندير ليه. غادي ندير غروبمون اللي فيه عنصر واحد ولا خانة واحدة هي هاديك. دابا نجبد ليكواسيون من هنايا. دونك ام شنو غتكون كتساوي؟ دونك عندي هاد الغروبمون اللي دورت عليه الاول، فيه بي واحد بي جوج بار لانها كتساوي صفر. هنا اللي ما تغيرش هو بي ثلاثة، نضرب في بي ثلاثة. زائد هاد الاخر اللي عمودي فيه جوج ديال لي كاز، عندي دونك بي واحد تبدلات دونك فيه بي جوج، فيه بي جوج بي جوج بار لأنها كتساوي صفر. مضروبة في بي تلاتة مضروبة في بي ربعة، زائد داك اللي فيه غير واحد ليكواسيون ديالو غتكون فيها بي واحد في بي جوج في بي تلاتة بار في بي ربعة بار.
qui est dit l'équation de M. Il a quasiment besoin de faire. Il a dit dire le câblage. Donc, on va dire le minimum possible les opérations logiques. Donc, on a qui belle lire. Il y a le jugé d'eau. Il est terme l'ouline. On a mis le homme. P juge bar, P tlata bar. Donc, on a tout lié P juge bar. P tlata bar. Font P juge bar, P tlata. Voilà, il y a le qui a fait le terme l'oul ou le terme tani. Mara l'oul a mdraba F P wahed. Mara tani a mdraba F P rwa. Zaïda le terme l'akhir li fih P wahed, P juge. P tlata bar, P rwa bar. Voilà. D'abord, on va dire le schéma logique, on dirait de l'équation, on va dire, c'est elle. C'est bon. Il donne un dit P juge bar. Donc P juge, on dit l'inverseur. Ou on drava P tlata. Il y a P juge bar, P tlata. Ou on dit dire P1 زائد P2 عفوا زائد P4 P1 زائد P4 هاد لو ريزولتا غادي ندير ليه تاني هنايا الضرب عطيني هاد لو تيرم الاول اللي هو P2 بار P3 مضروبه في P1 زائد P4 وغنجي هنا وغنضرب هاد الربعة هادو غنديرهم بجوج بجوج لأن نتوما تشوف كيما شفتو في التمرين راه عاطيني لي سيركوي لوجيك لي نقدر نخدم بيهم دونك عاطيني لي سيركوي انتيغري 74-4 لي هو لانفيرسور دونك هدا فيه يدخل واحد و تيخرج البار ديالو بالنسبة 74-8 لي هو ديال الضرب تيدخل غي جوج فيه ربعة ديال لي بورت او عفوا ربعة ديال لي بورت اي كل وحده كتدخل غير جوجات وكتخرج لو ريزولتا نفس الشيء بالنسبه ديال الجامع حتى كتدخل غير جوج 74 32 نديرهم جوج بجوج دونك ندير بي واحد نضربها في بي جوج ها هي بي واحد في بي جوج هادي اللي هنا ونعاود ندير بي ثلاثة بار نضربها في بي 4 بار ندير لهم الضرب والنتيجة ديال هاد الجوج هادو ندير لهم الضرب هنايا وهادشي اللي خرج ليا غادي نجمعو مع داكشي اللي خرج ليا قبيلة وهنا تخرج ليا لا فونكسيون ديالي ام إذن دابا من بعد ما صوبت لو سيركوي لوجيك شنو غادي خصني ندير دابا دابا غادي خصني ندير يعني ندوز للبراتيك إذن بالنسبة للتي بي كنخدمو بهاد لي بلاك دي سي لي بلاك دي سي سون سودور دونك هادو كيفاش بدا ديال الشغل ديالهم عندكم هنايا كل يعني صف من هادو يعني كل واحد من هادو كل خمسة هكا كل خمسة من هادو انا ندور عليهم عشوائيا لاصقين من الداخل كونيكتي مع بعضياتهم ومن جهة اخرى عندي هنايا كل صف على طول هاد الخط الازرق وعاوتاني كل صف على طول هاد الخط الاحمر كونيكتي مع بعضياتهم دونك هاد النقاط هادو كونيكتي الى اخره كل وحدين تندور عليهم دابا راهم كونيكتي كل صف بوحدو دونك هنايا انا كنستغل هاد القضية باش انني كنبرونشي هادوك لي كومبوزون ديالي بلا ما تندير لا سودي ولا والو اول حاجة غنبدا بها
غادي نحط لي كومبوزون ديالو اللي نخدم بيهم. دونك عندي بالنسبة لل A لقيت راسي كنحتاج 5، وانا السيركوي ديال 74.08 الله كيعطيني 4، دونك غادي نستعمل منه جوج. بالنسبة ل لانفيرسور راه قادني غير واحد، 74.04. وبالنسبة ل للزائد او للأو راه محتاج غير واحد، دونك كافيني، دونك تيعطيني 4، نخدم على غير بجوج. اول حاجة كنحط هاد لي سيركوي انتيغري في الاتجاه الصحيح، دونك كل واحد منهم كتلقاو فيه واحد بحال واحد العلامة في الجنب هنايا، دونك واحد لو سين صغير كتلقاه. كنحاول نحطهم كاملين في هذاك نفس الاتجاه، لان هذاك العلامة هي اللي كتعطيني لو بروشاج ديالهم، يعني كل رجل من هذوك الرجلين ديالهم باش كتصلح. هاد العلامة هي هادي، راه مافاش تبان في التصوير ولا لا، هي هادي شتوها واحد بحال مضروبين من الجنب. كنحاول نحطهم كاملين تكون هاديك العلامة في هاديك الجهة، باش كان فاش كنشوف انايا في يعني في البروشاج ديالهم اللي عندي في يعني في الامتحان تيعطيو ليا، واللي كاين حتى في الدرس اللي عطيتكم في البي دي اف اللي درتو ليه فوتوكوبي، راه عندكم تمايا كاع لي سيركوي كيما قلت راهم كاينين عندكم. انطلاقا كنظن الصفحة 11 كان عندكم كاع لي سيركوي اللي هما كيتستعملو، السيركوي الانتيغرال اللي كيتستعملو في اللوجيك كاملين البروشور ديالهم، سينو راه كيعطيوكم في الامتحانات البروشاج اللي غادي تحتاجوا ليه. اذا اول حاجه كندير من بعد ما درت هادشي غادي نركب لي ماس ديالي. دونك لا ماس هي الرجل اللي الى حسبتي من التحت في الصف الثانيه السابعه فيهم كاملين. دونك اش غادي ندير؟ غادي نركب لا ماس. دونك غادي نشد هاد الرجل هادي، نلصقها مع هادي، نعاود نلصقها مع هادي، لي ماس كاملين لصقهم ونديهم. دونك هادو دابا لصقناهم بسلك، وغنديهم لشي بلاصة باش نخرج سلك واحد باش غادي نمشي ندير لي سي ديالي. هداك السلك هو اللي غادي نبرونشيه في لاماس ديال ديك ال دونك نجي هنايا هنايا. دونك ممكن الأحسن نديرو بحال هاد الشكل، دونك غادي نخشي سلك هنا ونخشي هذا حداه، راه بحال سودي بحال لصقتهم، عرفتي نفس العملية. نجي نخشي حداه بحال هكا بلا ما نزاحمهم في بلاصة وحدة. دونك كيما قلنا هاد الخمسة هادو راه تيكونو ملاقين، دونك غنشد هاد السلك وغنديه مثلا لهنايا، وهادي هادي هادي من هنا غندير واحد السلك غنديه لاماس. بحال هاد الشكل دونك في البراتيك هيا غادي نوري ليكم بحال هكا. دونك انا ركبتهم، بعد ما ركبت لي ماس اشنو غادي نركب؟ غادي نركب لاليمونطاسيون. لاليمونطاسيون اذا ندير هنايا بشي لون واحد اخر يلا بالصفر. لاليمونطاسيون هي الرجل رقم 14، يعني تضرب الدورة 7 وكتبدا في اتجاه الاخر، هي هادي. كنشد هادي نديها مثلا نديها كيلكو باغ لي غادي باش نبرونشي فيها. غادي نشدهم هادو كاملين نركبهم مثلا في بلاصة بحال هكا مثلا. نشد هادي نركبها هنايا، عاوتاني نشد لاليمونطاسيون د لاخر نركبها هنا. لاليمونطاسيون ديال هذا يعني 5 فولت، هي اللي غنديو 5 فولت في الاخر، و الا توفروا لي السلوكه من الاولين من الاحسن نخدم بالالوان باش ما نتلفش. نتوما غتشوفوا بعد واحد شويه هادشي هذا كامل، وهذا غادي ناخذ انا سلك وغندي ال 5 فولت. دونك حنا انا درتها هنايا، دونك الالوان تساعدوا لان في الاخر
هادشي هذا غادي يكثروا عليا السلوكة. الالوان على الاقل تعاونوا شي شويه توفروا بطبيعه الحال، انا ماشي ديما غادي نلقى الالوان في الخيوط. من بعد ما درت هادشي هذا غنبدا نخدم السيركوي ديالي. دابا هادي هاد العمليه غنديرها كيف ما بغى يكون السيركوي، كيف ما بغى يكون السيركوي. اش كندير؟ كان يعني كندير لاليمونطاسيون يعني لا ماس مع 5 فولت. دابا غادي ناخد لي فاريابل ديالي نبرونشيهم. مثلا ندير كل حاجه بلون. مثلا هذه نبرونشي فيها مثلا بي واحد، بي واحد غنبقى ناخدو من هذا الصف هذا من هنايا. ولا ندير بلاتي، ندير بحال كيما درت في البراسيك. دونك هنايا هادي دونك ندير هادي بي واحد، هادي اللي بهاد اللون هذا هي بي جوج. نجي للجهة الأخرى، نديرو مثلا هذا هو بي ثلاثة. نديرو هذا هو بي أربعة. أول حاجة عندي غناخد، عندي نبدا بهاد البلاصة هادي. دونك بي واحد في بي جوج، ندير هاد العملية هادي، بي واحد مضروبة في بي جوج ونخرجها. كون نشد بي واحد ديالي هو ناخدو من هنا وندخلو الاي. دونك كنشوف الغوصاج عندي ديال الاي، في السيركوي ديال 74.08 دونك عندي واحد لابورت اي من بين لي زونطري ديالها هما الرجلين واحد و جوج، ولا صوتية الثالثة. دونك ندخل هادي في الرجل الاولى، الرجل الثانية ندخل فيها بي جوج، ولا صوتي ديالهم داكشي اللي غادي يخرج ليا غنخرجو من هنا. فين غندي؟ غنديه باش يزيد يتضرب في لو ريزولطا اللي يخرج ليا ديال بي جوج، بي تلاتة بار و بي ربعة بار. دونك هادي غادي ندخلها لبوغت اي وحدة اخرى، نستعمل ديال السيركوي الاخر. ها هي لونطري دخلتها هنا. هادشي اللي درت حتى اني اون براتيك، بي واحد بي جوج شديتهم درت ليهم الضرب ودخلتهم في السيركوي الاخر. من بعد بغينا بي ثلاثة بار و بي ربعة بار. غنمشي ناخد بي ثلاثة بار، بي ثلاثة مثلا هو هدا، ندخلو لانفيرسور، ناخد واحد السلك من هنا وندخل لانفيرسور. ملي غادي نخرج من لانفيرسور غتولي عندي بي تلاتة بار، ندخلها للضرب. دونك هنايا عندي واحد لابورت اي عاوتاني هنايا. اشنو بغيت اخر؟ بغيت بي ربعة بار. دونك كنشد بي ربعة من هنا وندخلها عاوتاني لانفيرسور. ملي غتخرج من لانفيرسور ولات بي ربعة بار، ندخلها نضربها في بي تلاتة بار ديال القبيلة، والنتيجة ديالهم اللي خرجت ليا نخرجها من هنايا ونضربها في النتيجة ديال القبيلة. وكندخلها هنا، ها هي اول ريزولتا خرج ليا ديالهم، بي واحد في بي جوج هو هذا اللي هنايا، بي واحد في بي جوج في بي تلاتة بار في بي ربعة بار، هو اللي خرج عندي دابا من هاد لا سورتي هادي. فين غنديه؟ دونك غادي نديه للجمع، غنديه للبلوس.
هاي لونطري ديالو وحده من لي زونطري ندخلو هنايا نكمل دابا. دونك هادشي فعلا عاوتاني جيت تشوفو هادشي اللي درت في البراتيك فاش كنت كنركب السيركوي. دونك خديت مع الانفيرسور ودخلتهم درت الضرب ديالي من بعد ما ضربتهم النتيجة ديالهم خديتها ودخلتها للجميع تم من بعد نجمع معاها هذاك الشيء اللي بقى ليا. نزيد نكمل دابا شنو باقي ما درتش. دونك ساليت هذا النص هذا الاول ساليتو شوف النص الاخر فيه بي جوج مضروب بي جوج بار مضروبة في بي ثلاثة. دونك بي جوج بار نمشي عند بي جوج هاهي ناخد منها اي بلاصة بغيت ناخد. دونك هاد الصف كامل اللي عليه هاد الخط الزرق راه بي جوج ندير بي جوج مضروبة عفوا بي جوج بار. دونك ندخلها بعدا لانفيرسور ها لانفيرسور. دونك دابا هو السلوكو كيتخلطو كيف قلت لكم ضروري شويه ديال الالوان وداكشي فاش تكونوا كتخدموا باش وتنظموا الخدمه ديالكم. ونخرج من هنايا غاي ولات عندي بي جوج بار ندخلها للاي وحده من هاد ها هي واحد لونطري هنايا فيها الا رجعتوا للبروشاج غتلقاوها لونطري ديال الاي. شنو غادي ندخل معاه عاوتاني ندخل معاه بي 3 نمشي ناخذ بي 3 ها بي 3 ناخذها من هنا اي بلاصه على طول هاد الخط الاحمر نقدر ناخذ منها بي 3 وغنضربها في هادي. دونك ندخلها لهنا والنتيجه ديالهم اللي خرجت لينا نشدوها ونعاود ندخلوها تاني للضرب. هادشي اللي درت في البراتيك كتلقاوني درتو خلينا بي تلاتة دخلتها لانفيرسور ومن الانفيرسور مشيت لاي عاوتاني عفوا بي جوج درت لها البار لانفيرسور هي هاديك بي تلاتة هنا راه في البراتيك راه قلبتهم بالنسبة لبي تلاتة هي الفوقانية بي ربعة هي التحتانية المهم ماشي مشكل المهم هو البرانسيب بحال بحال. ومن بعد كملت ثاني بنفس الطريقة حتى كملت يعني كلشي لي فونكسيون اللي عندي تاني من بعد درت بي واحد زائد بي ربعة او ما درت ليهم الجمع هنايا صافي حتى كنكمل السيركوي ديالي. في الاخر شنو درت قالت لي لا صورتي غتخرج من الجمع من الزائد من هذاك 74 32. دونك هنايا خرجت منه واحد لا ديود هنايا درتها في البيض من بعد نبدلها لان هادي لقيتها ما خداماش. وهنايا خرجتها دونك من ديك لا سورتي خرجت لا ديود وديتها لاماس. دونك درت واحد لا ريزيستونس هنا اون سيري معاها غير باش نحمي لا ديود ولكن في الاخر حيدتها انا ما بغاش تخدم بلا ريزيستونس حيدتها. في الغالب تدار اون ريزيستونس لان لي ديود يقدروا ما يحتملوش داك التيار. انا ملي شتا خدمات بلا لا ديود صافي حيدت لا ديود في الاخر. ومن بعد ديتها لو بون دي سي وبديت كنتيستي في الطابل دو فيريتي. دونك في الاول عندنا فاش يكون كلشي زيرو دونك برونشيت لاماس ديتها لاماس. دونك هنايا راه مكتوبين بي زيرو بي واحد بي جي بي تلاتة بي زيرو هي بي واحد كان غادي هنايا راه عندي هذه هي بي واحد بي جوج بي ثلاثة بي ربعة كل وحدة رديتها لبلاصتها و لاماس رديتها لاماس للجي ان دي هي هذه و 5 فولت هاي دينا 5 فولت و بديت كندير. دونك في الحالة الأولى عندي صفر 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 مشعلاتش. الحالة اللي موراها عندي صفر عندي صفر دونك هنايا راه بالمقلوبة هادي بي واحد بي زيرو عفوا هي هادي بي واحد بنقول بي واحد بي جوج بي ثلاثة بي ربعة. دونك هنايا اللي غندير غادي نبقى غادي كن
كنجرب في لا طابل دو فيغيتي. اذا هنا اللي تندير من بعد بقى نجرب في لا طابل دو فيغيتي. دونك هنايا تاني ما شالاتش في الحاله، تاني هنا ما شالاتش. حتى كنوصل الحاله اللي عندي في لا طابل دو فيغيتي اللي فيها دونك بي واحد قلنا، بي جوج، بي ثلاثة، بي ربعة. الأولى لا تشعل فيها، باش تكون بي ثلاثة و بي ربعة فيهم واحد واحد راه كتشعل. كنبقى نزيد نجرب في لي كالخرين ما تتشعلش وما تشعل كاملين حتى تنوصل. دونك هنا وصلنا ل هادي شعلات فيها. دونك شنو عندي هنايا؟ بي واحد، بي جوج، بي ثلاثة، بي ربعة. دونك عندي بي ربعة فيها زيرو، بي ثلاثة فيها واحد، بي جوج فيها زيرو، بي واحد فيها واحد. دونك عندي الواحد و ثلاثة هما اللي شاعلين، تا هادي راه كتشعل فيها لا لومب. وكنبقى نجرب الحالة الأخرى اللي عندي، كنزيدو معاهم بي ربعة مازال كتشعل. هنايا الواحد و الجوج عاوتاني كتشعل فيها اتسيتيرا. دونك من بعد راه كتعاود ترجع تطفى. وكذا هو التي بي. دونك انتم شفتوا هنايا المشكل ديال هاد لي تي بي هادو هو كثرة السلوكة. يعني خاصك تخدم منظم، الا نظمتي الامور ديالك عرفتي كل حاجة فين كتمشي في بلاصتها راه ما تلقاش مشكل. لان الا غلطتي هنايا صعيب تلقى الغلط، خاصك تعاود اكثر من داكشي ديال لي سيركوي دو كوموند. مازال كانوا فيهم سلوكة كبار وداكشي كبير، دابا هادشي صغير. ويعني الغلط صعيب باش تلقى تصح. يعني خص الطريقه باش ما تغلطوش هو ما خصكش تغلط نورمالمون، لانه خصك تخدم منظم باش ما تغلطش. فوالا هذا هو اللي كاين. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس ديال اليوم. الحصه الجايه نحاولوا نديرو لي طرافو براتيك، وكذوك التمارين اللي خدمنا نحاولوا نخدموهم في البراتيك بهذا الشكل هذا اللي شفتو اليوم.